ضيفنا اليوم لينا بزاف معروفة بالأناقة ديالها، ولكن عندها بزاف اللي ينقلقتهم. سيو اليوم نعاونوهم وخرجوا في واش كاين فيها، ولكن نظن اللي راح تكون صعيبة الدعوة. واش راه كاين تما كاع ما شرحتي مدينة تراب. أهلا بكم. ضيفتنا اليوم غير عادية، في وضع غير عادي وفي قطاع غير عادي. ضيفتنا اليوم عاش في الأيام الأخيرة توتر رهيب في القطاع ديالها. نسعد ونتشرف باستضافة وزير التربية سيدة نوريا بن غبريط. أهلا بك سيدتي. شكرا وشكرا على الاستضافة. لماذا عدم استقرار اللي صار في وزارة التربية مؤخرا؟ الشيء اللي لاحظناه في المرحلة التالية مع فئة تاع المتعاقدين، أنا نقول باللي الوزارة التربية الوطنية وكل الحكومة ككل سيرت هذا الملف بكل حكمة، وحاولنا باش نقنعوا هذه الفئة، وانا تلاقيتهم شخصيا ثلاث مرات وبعث في بودواو ثلاث خطرات كذلك ديليغاسيون. بن غبريط راهي تسنى في بلال يسقسيها على البرنامج، مي بلال راهو مجد لها حاجه وحده اخرى خلاص. دونك راه عندنا عدد تقريب مليون اللي راهم مسجل، وراه عندنا تقريبا 35 الف متعاقد مسجل. نعم. قليل جدا. سيد الوزير، في هذا الوقت هذا وزير التربيه كانت هنا في الجزائر؟ نعم. هنا نظن كاين تقرير وجدناه في قاعة الأخبار، نشوفوا التقرير هذا على سيدة الوزيرة. هي نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية. منذ حصولها على أحد أصعب الحقائب الوزارية صنعت الحدث بخرجاتها وتصريحاتها الإعلامية. كيف استطاعت ترويض نقابات القطاع؟ أي امتيازات منحتها لهم من أجل سكوت؟ بن غبريط التي تقضي قرابة 4 أيام من الأسبوع بعاصمة الجن والملائكة باريس لها شبكة علاقات كبيرة هناك. عدسات الباباراتزي رصدتها أكثر من مرة وهي في أفخم محلات شوبينج بباريس. يقال أنها تصرف ما يعادل 10,000 يورو شهريا على أناقتها فقط. دخلت في صدام وصراع مع هدى فرعون زميلتها في الحكومة حول من تفوز بلقب الوزيرة الأكثر أناقة. لا تخفي علاقتها بكبار جنرالات المؤسسة العسكرية، فشلت في كل المهام التي أوكلت إليها. فهل بن غبريط جاءت لدق آخر نعش في صندوق قطاع التربية أم أن لها كلام آخر؟ هي في باريس شي بزاف. شكون أنا؟ انا ما عندي الوقت باش نروح حتى الوهران، ما عنديش الوقت باش نمشي. ديال المسكن ديالي في وهران. انا المسكن ديالي في وهران دائم، وعندي غير واحد، عندي غير واحد وهو في وهران، واللي شافني ودا التصويره ديالي ولا عنده لو بي دافيون تاعي يتقدم. انا ما عندي وقت اولا، وانا نتكلم بكل شفافيه باسكو ما عندي حتى حاجه ما نخبيها. معروفة سيدة بن غبريط بالأناقة ديالها، يقولوا راح تشري حوايج من باريس. لا هادو كذوب، ما نقولش حتى إشاعات، لا هادو كذوب. بن غبريط راهي حايرة منين طاحت عليها هاد البلية. صباح اليوم الإشاعة هي اللي أخذت مكانة الإعلام. ما تشوفيش بلي 10,000 أورو زعما تشوف نشروه من لبسة ماشي بزاف شوية. منين جاتهم 10,000؟ أنا ما عنديش. يقولوا بلي انت شريتي ب 10,000 اورو. مي شكون اللي قال وين شافوني وما عنديش؟ شكون اللي قال وين شافوني وما عنديش؟ لا غير بصفه يعني باش نتفاهموا مليح في هذا الميدان. اولا في دينيتي ما كان عندي 10,000 اورو باش كانوا 9,000. لا 9,000 ولا 10,000. انا موظفه، انا باحثه واستاذه باحثه، والأجرة تاع الأستاذة باحثة معروف، ما تقدر تغير ولا حتى تعمل لو شونج كما راهم يعملوا دركا لو شونج باغالين، سي امبوسيبل. ما رحتيش للسكوار كاع سيدة الوزيرة، لأنه المعلومات يقولوا بلي صرفتيهم في السكوار 10,000. أديتو أنا نتحدي اللي شافني واللي راه عنده البرهان في هذا الميدان. أصبحت اليوم يعني في كل الميادين، ماهوش فقط الشيء اللي شفتو اليوم، واحد عنده كاميرا يخلق يعني الحدث
بالكذوب. هذا الشيء سهل على كل حال. معليش، والعلاقه بالجنرالات؟ قولوا عمر الوزيره واش اللي في الوزيره؟ ما نعرف حتى واحد. ما في بعلم. تسمح لي تسمح لي. راه دخل فيها بوعلم، ربي يجيب الخير. تتبالكم حاجه سهله باسكو انت عايش في العاصمه وتعرف كامل هاد الشخصيات. انا كنت عايشه في وهران حقيقه، كنت مديره مركز وطني للبحث في الانثروبولوجيا، ولما تكون في هذا المنصب هو منصب عالي وليس وظيفه كمدير مركز، ما عندك ما عندكش الوقت باش تعمل باش تعمل شبكه العلاقات. والان في القطاع التربيه من الصباح حتى العشيه كيما نكونش في الميدان راني في الخدمه. عليه سيده الوزيره، جنرالات ما عندكش علاقه معهم، شونزيليزي ما راح تيش ب 10000 دولار، دير 8000 ب 7000، باريس ما قضيتيش 4 ايام فيها. المشكل اللي عندك معه دفره ونحو الاناقه. انا هي زميله وكانت زميله قبل ما رحنا اليوم في الحكومه، كانت حتى هي مديره في لاجونس تاع لا تكنولوجي في البحث العلمي، كنا مع بعضنا بعض. دركا راهو دخل فيها سوق نسا، وهذا واش راهو حيقلق نوريا بن غبريت. هذه معروفه، معليش هذا كلام، هذا كلام نقدروا نقولوا. ما رحناش في المنافسه، لا ما طيحناش المستوى حتى لذاك الشيء باش تقول باللي الشيء اللي راه مهم في الحكومه هي المنافسه على الاناقه. نو هي كي انا ربما انت ب 10000 اورو، هي تقدر تكون ب 15000 اورو في شونزيليزي. هذا شوف، انا نظن باللي المجتمع الجزائري ما راه محتاج هذا النوع من المعلومات. هل تظني انك تقعدي في الحكومه؟ مانيش عارفه، ونظن باللي هذه ماشي هام. نتوقع انه اذا ما قعدتيش في الحكومه راح تروحي للفيلا ديالك اللي موجوده في برجر، مدينه نونت الفرنسيه. نو سي با فري سا، نو سي با فري سا. مي فيلا افيك بيسين. انا لا. شو هذا فريمون، نظن باللي رحنا في ماشي العاد. سيد الوزير معليش، في فرنسا ما بديش ديكلاري. انا في الجزائر شحال عندك الفيلا؟ عندي وحده. فيلا وحده؟ وماشي غير انا. انا ما سي مسيو مدام، ما عندي حتى اموال خارج هذه يعني هذا السكن اللي عندي. عندنا صور وعندنا وثائق تثبت، الوثائق تثبت انك عندك ان كونت في ما يعرف بفضيحه الباهاماس بايبرز، هذه اللي جات مول بنما. لا لا لا، شو تسمح لي انا شو ما انا موثقه سيد الوزير بسيطه في هذا الميدان. في الباهاماس بايبرز؟ لا ايوا وفيك فيلا في باري. راك تسمناها لي نظن، راك تسمنا باش تكون عندي هذاك الصوالح. انا نتمناها لروحي ثاني. اي بحث انا نتمناها لروحي، ولكن الواقع ما كانش يختلف، في الواقع ما كان والو. انا ما عنديش. ايوا حتى انا ما عنديش. ايوا حتى انا ما عنديش. هل الحقيقة انه الجزائر تستورد كتب من تل ابيب؟ ما كانش كتب من تل ابيب. ما عندنا حتى علاقة في تل ابيب، في الميدان التربوي. علاش انت راه عندك معلومه في هذا الميدان؟ يقولوا الوثائق يقولوا كذلك المعلومات. للاسف الجزائر مبنيه على سمعت قالوا لي. اعطينا البرهان. تسمح لي، انا الطريقه اللي نستعملها هي الطريقه العلميه، والمنهج اللي نستعمله وهو مبني على البرهان. لا واحد ما عندوش البرهان. البرهان رانا محطينه، رانا مخبيينه. لا وما حبيناش نجبدوه لك دوك، بصح نجبدوه. لا غير جبدوه. تصور في جونزيليزي. لا جبدوه. علي سيدة الوزيرة، سؤال آخر برك. إيه. كان وزير بن بوزيد وبعده الوزير باب أحمد، ما قدرش يستقطب، ما قدرش يعني يراضي النقابات. هل هي طبيعية أنه الوزيرة بن غبريت تجي تحطهم كاع ايتيك، يعني تحطهم كاع في بلاصه واحده ويهدى ويهدى القطاع ديالك؟ هل هذا يعني صار باطل ولا لا؟ في امور لا ظهر لي بلي ما تبعتوش مليح. ملي بديت في شهر مي اللي جيت 2014، شهر مي 2014 ملي جيت فتحت الابواب
تاع تبادل الاراء وتاع المناقشه معهم. سيد الوزير شو معاهم عملت مي ساعات وساعات. سيد الوزير قنعتهم لكن ما وش ما يقولوا كانت شكارة فيها. ما كانت شكارة. لا ما كانت شكارة. واللي عنده يجي وريها لي. سيد الوزير والله المشاهد الكريم لما يشوف دوك يقول الوزير هذه ما عندها لا فيلا في باري. لا شركة في الباهاماس بايبرز. في الباهاماس يعني ما مجبد اسمها في الباهاماس بايبرز. لا علاقة مع الجنرالات. لا يستغرب المشاهد الكريم. استغرب. كاين بزاف الافكار المسبقه على كل حال، وشكون اللي جسد هذه الافكار المسبقه؟ انا نظن لعبتوا دور كبير جدا انتم رجال ونساء الصحافه. لا باش تركزوا. لا باش تركزوا الافكار باللي كل واحد اللي راه في الحكم هو انسان يعني خوان، هو انسان اللي ما عنده حتى كفاءه. يعني هذه الصوره ديال السلطه. معليش ما نتهموش يعني الاعلام. لا مانيش نتهم. يعني نقول باللي شاركتوا في بناء صوره ديال الرضاعه، صوره تاع الخيانه. لا يا سيد الوزير. يا سيد الوزير احنا ما قلناش. لا بصح انا ما جيتش على هذا. لا ولكن هذا داخل. معليش هذا لا ما داخلش. لا ما داخلش باسكو المجتمع يا سيد رديتنا كيما هذوك لي زيميسيون. لا ما نقدرش. يا سيد الوزير عندك سيد الوزير هناك عاجل سيد الوزير. نشوفوا واش كاين. لا بوتفليقه يقرر اجراء تعديل حكومي. يشار لي في الاستوديو انه السيده الوزيره انهاء مهام نوريه بالغبره تعينها وزير التضامن. ربما شافك حنينه بزاف. راح الغالي راح ودغرام معاه. شكون لو كان جيت حنينه؟ لو كان ما الحنانه. انا هذه شهاده لي حنينه. انا نفرق ما بين الحنانه أنا. الطريقة اللي نستعملها أنا. ولكن رئيس يسقط 10 وزراء ونوريا بن غبريط وزير. لا شوف في التسهيل الملفات أنا عندي صرامة. هل سيتم تسوية قضية ملف ما يعرف بدور العجزة؟ لا واش راك تعمل هنايا؟ حبيت نشور. لا ما تشور. نروح المكتب ديالي راهم يستناوني. وين تشوري يا بن غبريط؟ وين تروحي؟ مازال هذا وين بدينا؟ لا غادي نروح في المقر تاع وزاره التربيه الوطنيه. انشر لي انه الشيخ شمس الدين عين وزير للشؤون الدينيه. هل راح يكون مشكل شويه في الحكومه؟ الا انتم تعتبروه ك يعني راجل عنده خبره. بوركوا با الشيخ شمس الدين. ولكن هذا على حسابكم انتم. نظن باللي هو المعيار تاعك انت 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 ولكن ماشي المعيار ديالي. نقدروا نشوفوا الصوره جماعيه للحكومه مع السيد رئيس الجمهوريه سيده نوريا بن غبريط وقدام الشيخ شمس الدين. وي يعني انا على بالي بلي تحبيها بزاف. يعني لا هي علاقة العمل خصك تعرف مع من تقول لك تقوم. انا ما انا ما نتفاهمش تماما الطريقة اللي هو يستعملها. هذا النوع من الحصة ما كنت قلت لي عليها على هذا المحتوى. يشار لي انه المخرج هناك عاجل اخر. هذا عاجل اخر. لقد شاركت في الكاميرا المخفية. رانا هناك وانا راني مدة صالح الباهاماس بايبرز. لا فرانشمون اي موا جي بريباري تو مي نو. يا سيدة الوزيرة على بالنا بلي راكي تحت ضغط كبير. واحد ما يتمنى في الحكومة يكون في بلاصتك. نتمنوا لك كل التوفيق. بصح حاجة واحدة، عاوني خوتنا تاع الباك وفرحي الامهات اللي راهم يشوفوا فيك. عمري ما طحت في فخ كما هذا تاع اليوم. وراكم شفتوا كنت تالمون افتجعت في هذا الميدان حتى وليت قاسك باراليزي. يعني بديت نقول غير لا 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 نشكر ربي يعني لانيماتور
ولو فوالا ما يمكن جي بوتيت ان بو بيردو لي بيدال في الاجوبه. نتمنى النجاح لكل تلاميذ، نجاح لكل موظفين، وكذلك صحه رمضانكم. من خبرت يا حموك، البياض دي بلوك الفيسبوك، كبتوني مليح مليح.